ترك رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل الشأن المحلي لوقت لاحق كما قال، وخصص مؤتمره الصحفي لعرض نتائج زيارته إلى مصر. الجميل لفت إلى أن الشعب يطالب بتغيير النظام داعيا إلى التعاون ليكون البديل أفضل. اقتراحنا هو وضع شرعة إطار تؤسس للنظام العربي الجديد، لا سيما في بعض الدول حيث تشهد هالنوع من الثورات. هذه الشرعة هي الإسهام الأساسي للبنان في التغيير. قوتنا الفكرية هي التي تؤثر في مجرى الأحداث وموازين القوى، وليس الانحياز العسكري أو الأمني أو الديني. الذي نسعى إليه التعاون والمساعدة من أجل الخروج من نظام مرفوض إلى نظام أفضل، للوقوع لا بالديكتاتورية ولا الوقوع بالأصولية. ولفت الجميل إلى أننا لا يمكن أن نعول على الديكتاتوريات من أجل حماية الشعوب، لأن ما يحمي هو القانون والدستور. ونحن نرفض أن يدفع المسيحيون في مصر أو في أي دولة عربية أخرى ثمن الصراع بين الشرق والغرب، بين الأنظمة والثورات، وبين الاعتدال والتطرف. فمسيحيو لبنان والشرق ليسوا مكسر عصا لأي طرف، وحان الوقت لأن يحمي وجودهم تشريع جديد. نرفض أن نكون نحن مسيحي الشرق ضحية مشروع التغيير لأننا شركاء فيه، بل ساهمنا في صنعه. رئيس حزب الكتائب لفت إلى أن زيارته إلى مصر تندرج في الخط التاريخي للحزب الذي تميز بالدفاع عن الوجود المسيحي، كاشفا أنه لمس خلال زيارته تجاوبا مع اقتراحه من الأنبا شنودة ومن شيخ الأزهر ومن الأمن العام لجامعة الدول العربية.